هل تعلم أيها الإنسان ماذا يقول لك ملك الموت؟ وأنت نائم على خشبة الغسل، الحاضرين جميعاً وأنا معكم، في واحد ممكن ما يموت؟ مستحيل، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. هذا الإنسان على خشبة الغسل أثناء تغسيله ماذا يقول؟ يجب أن نعلم جميعاً أن هذه الدنيا فانية، ولن ينفعنا في الآخرة فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دقيق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هؤلاء الذين معهم أموال طائلة؟ هكذا يقول التاريخ الحديث، بيل جيت 93 مليار، 93 مليار، ومع ذلك وهو على فراش الموت قال هذا الرقم لا يعني عندي شيئاً، تعنيني علاقة إنسانية. جوبز أكبر مؤسسة في التاريخ 700 مليار، صاحب شركة أبل 700 مليار، نفس الكلام قالوا على فراش الموت هذا الرقم لا يعني عندي شيئاً. أول جسر باسطنبول صممه مهندس ياباني من أوائل المهندسين، أثناء افتتاحه وكان برفقة رئيس الجمهورية ألقى بنفسه بالبوسفور، فلما ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. نحن أحياء، بيقدر واحد من الحاضرين وأنا معكم أن يقول أنا لا أموت؟ الموت حق، الموت حق وواقع، أين البطولة؟ أين الذكاء؟ أين النجاح؟ أين الفلاح؟ أين التفوق؟ أن تعد لهذه اللحظة عدتها، هذا الذكاء والله، هذا النجاح، هذا التوفيق. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أخواننا الكرام، كل واحد منا له عند الله صفحة، هذه الصفحة معه يوم القيامة. ترك بيته، بيت من الطراز الأول، ثمنه فلكي. بعرف شخص في عاصمة عربية البيت حقه 6 ملايين 7 ملايين، يعني 10، بيته ثمنه 180 مليون، وتوفي في أحد أيام الشتاء، يعني القبر فتح، القبر في مياه سوداء، في مجرى مياه هذا المجرى سربت إلى هذا القبر، ما في حل آخر. وضع هذا الإنسان الذي يعد أحد عدة أغنياء بالبلد في هذا القبر، رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا،
وأنا الحي الذي لا يموت. لذلك يأتي ملك الموت للإنسان وهو على فراش الموت، يعني على الطاولة التي يوضع عليها ليغسل. مرة كنت في المغرب وفي مدينة تراثية اسمها فاس، وفي أحد أزقتها الضيقة عرض إنسانين، محل بسيط جداً كتب عليه صلي قبل أن يصلى عليك. تفوت للبيت قائم، تطلع قائم، 86 سنة. بس في مرة هيك بطولتك، ذكاءك، نجاحك، فلاحك أن تعد لهذه اللحظة، هيك رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إذاً ورد في الأثر أن الإنسان يقول له ملك الموت وهو على فراش الموت استعداداً للغسل، ينادي عليه ويقول: يا ابن آدم أين سمعك؟ ما أصمك. عنده يعني أرشيف للمغنين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات كثير عم يسمع. يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين ريحك ما غيرك؟ أين مالك ما أفقرك؟ فإذا وضعت في القبر نادى عليك هذا الملك: يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك في القبر؟ جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم استعددت للموت أم المنية عاجلتك؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا من فض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة في القبر. أصعب ليلة في حياة الإنسان الليلة الأولى في القبر. قال: هذه الليلة أول ليلة صبحها متى؟ يوم القيامة، ليلة لا يؤذن فيها الفجر. الصلاة في الصلاة بأذان الفجر وحده آخر كلمة: الصلاة خير من النوم. لذلك قالوا، أو قد ورد في الأثر، أن الإنسان من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، أنت بالضمانة الإلهية، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. لكن للتقريب، عندك 4 أولاد و3 بنات وزوجتك وأنت، لو أنكم استيقظتم جميعاً على صلاة الفجر وكنت إمامهم وقرأت في كل ركعة صفحة ولو من مصحف، هي جماعة كمان بالمفهوم الضيق. يعني أنا سأعطيكم موازنة دقيقة، لو أنك وحدك صليت الفجر في المسجد والعيال جميعاً نائمون حتى طلوع الشمس، أو لو أيقظتهم واحداً واحداً وتوضأوا وصلوا السنة وأممتهم في الفرض، أنا اجتهادي المتواضع هذه جماعة، 3 أولاد، 4 بنات، زوجتك وأنت،
كلهم صلوا الصبح، انطلقوا إلى دراستهم، إلى تحضير دروسهم، الساعة الثامنة انطلقوا إلى مدارسهم. هي أيضاً جماعة، يعني في بيت بعيد كثير عن المسجد، مو كل إنسان الصلاة الأولى في المسجد، لكن إذا كان في بعد شديد وما عنده سيارة وعنده زوجة وأولاد وبنات أيقظهم وصلوا جميعاً صلاة جماعية وقرأ في الركعة الأولى والثانية يعني آيات طويلة، هي أيضاً صلاة جماعة. فإذا انتهت الصلاة انتهت العبادات. من الذي سيؤذن فجر هذه الليلة؟ ما نام، ما مات، وضعوه بالقبر، من المؤذن فجر هذه الليلة؟ قال إسرافيل. ماذا يقال لهذا الميت؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ويقول أيضا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذا صلي قبل أن يصلى عليك، وعندما يقبل عليك الليل في أول يوم في قبرك ينادى هذا الإنسان، ينادي عليه مالك الملك وملك الملوك، يقول لك: يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا ابن آدم من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك لقبلناك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتباغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري، أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أذكر تماماً، كنت مرة في جدة، وفي بناء، طبعاً أنا مدعو دعوة دعوية، فالمحاضرات في جدة، والبناء الذي أقطن فيه بناء فخم جداً، أمامه بناء أفخم منه. سألت عن هذا البناء، قال: هذا البناء له قصة. ما قصته؟ في رجل أعرابي بدوي له أرض بهذا المكان، له أرض، فجاء مكتب تجاري عريق بالتجارة ومع العراقة في خبز، اشتراها منه بثمن بخس، أوهمه. بعد المكان عن جدة 30 كيلومتر، جدة قطرة 90 كيلومتر، فأوهمه أن هذا المكان غير مطلوب الآن، اشتروها منه بربع ثمنها الحقيقي،
ثم تبين هؤلاء الثلاثة التجار الثلاثة الذين اشتروا هذه الأرض بربع ثمنها، أول شريك مات بحادث، والثاني وقع من أعلى بناء فنزل ميتاً. انتبه الثالث فهم موت شريكيه فهماً عميقاً، هذا الاحتيال على هذا الأعرابي بشراء أرض بربع ثمنها، أول شريك وقع من أعلى البناء فمات، والثاني دهس، فبحث عن هذا صاحب الأرض وهو أعرابي، بحث عنه 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه ربع ثمن الأرض أو 3/4 الثمن دفعة واحدة. أم قال له كلمة باللغة البدوية، قال له ترى أنت لحقت حالك. أخواننا الكرام، طوالما في القلب ينبض وفي بقية من حياة بتلحق حالك، والصلحة بلمحة، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إلي قريب عنده محل حلويات بمركز المدينة في الشام، بدمشق، قال لي فات لعند شخص ركض. ليش؟ ما له معنى. فبعث الصانع قال له جيبه، شو قصته؟ فجابه قال لي والله أنا من 10 سنوات آكل جاتوي ما يدافع حقه. ما دام القلب ينبض بتلحق حالك. شو في شغلة مالك دافع حقها بزمانك؟ شو في بيعة ما بترضي الله؟ بتلحق حالك. الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. أم قال لي واحد مرة، إذا واحد كان بحلب مثلاً وصافي احتيال على بائع، أخذ بضاعة ما دفع ثمنها، راح لحلب لقى ما في ما عاد في محل طريق، تعبد ما بيعرف وين صح محل البيت إطلاقاً. كان هون المحل، نظموا المنطقة، هدموا المحلات، ساووا شوارع. شو بيساوي؟ في حل، بيدفعون صدقة، بيسجلوا لصالح مين؟ لمن أخذ منه هذا المبلغ. ما دام القلب ينبض في حل، اتبع أمورك. يعني مرة واحد فات لمكتبة، شو المكتبة هي؟ من الأرض للسقف 4 حيطان، فطلب كتاب إعارة، قال له أبداً، ولا يمكن إعارة كتاب. طيب ما السبب؟ قال له كل هذه الكتب كتب معارة، أنا أخذتها وما رجعتها. تسعير كتاب ما بترجعه، بيكون جزء ثالث، السلسلة كلها انتهت، ما بتصلح ضارت. عيرني هالجزء بالله، عارك يا ما رجعته، صفي. أقسم لي إنسان بالله، في كتاب ثمين جداً 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 لا يمكن أن يعار لإنسان مهما كان مستواه، قال لي بعد موت هذا الإنسان وجدته في سلتي في علبة النفايات. فإذا واحد ما علم أهله كمان يزهدون في مكتبته، بيكون كل كتاب جزء من حياته المتوفى. فإذا ما علم أولاده الكتاب ما له قيمة عندهم، عبء بصير، شيء من سقط المتاع. فيا أخوان، الحياة مو سهلة، في موت، في ذرية، في أولاد، في أحفاد. كنت مرة بأمريكا، واحد عالم، والله عالم شهير جداً، يعني قال إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. والواقع أن أولاد المقيمين هناك ليسوا مسلمين، يعني واحد ببلاد الغرب رأى فتاة
من الجيران أعجبته، استأذن أباه أن يتزوجها. هي ليست مسلمة، فأخبر أبوه، قال له: إن تزوجتها لست مني إطلاقا، ولا تأخذ من الثروة شيء أبدا، حرمان كامل. قام بلغها، والله الوالد ما قبل ولا بشكل، ما دام أنت غير مسلمة وأنا مسلم ما قبل الوالد. قالت له: والله علمني الإسلام. اشترى لها شيء 10 كتب باللغة الإنجليزية، هي ذكية جدا. قالت له: بدي إجازة 4 أشهر حتى أقرأها بعيدا عن ضغوطاتك. قال: طيب. هال4 أشهر مضت عليه كـ4 سنوات يعدها في اليوم، وبعد 4 أشهر اتصل بها حسب رغبتها، قالت له: لقد أسلمت، اختل توازن من الفرح. لكنها قالت بعد ذلك: ولكنني لن أتزوجك، لأنني بعد أن أسلمت علمت أنك لست مسلما. وفق ما قرأت، أنت إسلامك انتمائي فقط، والدام من أبوين مسلمين فقط، هذا إسلام ما له قيمة أبدا. كل واحد والده مسلم والدته مسلمة، مسلم هو حكما، هذا الانتماء التاريخي لا قيمة له إطلاقا، اسمه انتماء تاريخي. كون الأب مسلم والأم مسلمة، أنت مسلم، أين منهج الله؟ منهج الله عز وجل. أكبر فهم خاطئ أن تتوهم منهج الله الصلاة والصوم والحج والزكاة، هي عبادات شعائرية. ما العبادة الشعائرية؟ في المسجد مثلاً، أنت تأتي إلى المسجد لتتعرف إلى تعليمات الصانع، عشان تعرف أمره ونهيه، هذا الدرس، وتعود إليه وتصلي كي تقبض الثمن، سكينة تتنزل على قلبك. فأنت بالجامع له مهمتان: أن تتلقى في الجامع تعليمات الصانع، والمهمة الثانية أن تقبض النتيجة الجائزة فقط. أما وين الدين؟ في بيتك، في عملك، في معملك. هي المادة الحافظة بنزوات الصوديوم الضروري أن تكون 3 بالـ1000 نسبتها، إذا كانت 3% الطعام مسرطن بصير. في مواد مبيضة لبعض المواد الغذائية، مبيضة، مواد مسرطنة، يعني أنت بتأخذ المادة فاتحة لونها أغلى، فاتحة بإضافة مادة مسرطنة، الله كبير. هؤلاء عباده، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. في قصة، أول قسم حقيقي، الثاني يعني ليست حقيقية. واحد بمصر قرأ هذا الحديث: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني أول ليلة صعبة كثير، أصعب ليلة لحاله بالأمر، بيت 450 متر، تريات كريستال راشانش، السجاد إيراني، غرف ضيوف، غرف جلوس، غرف نوم، طابقين، إطلالة، وسيارتين ثلاثة، ومكانة اجتماعية، والناس كلها في بابه، فجأة في قبر. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هذا الابن، ابن الغني الكبير، بحث عن واحد فقير أفقر من هيك ما في، لابس كيس خيش، يعني كيس قمح تعرفوه، في قلم أحمر،
فاتحه من أعلى لرأسه من الطرفين ليده، رابطه بحبلة، هذا هو كيس قيش مفتوح فتحة لرأسه من أعلى، فتحتين ليديه، رابطه بحبلة. بتنام مع أبونا ليلة واحدة، بعطيك 10 جنيهات، قال له بتمنى والله. حطوه جنب الأب، الأب ميت والثاني طيب، فتحوا فتحة حتى يتنفس منها. جاء ملك الموت قال له عجيب، اثنين في بالقبر، العادة واحد دائما، ما إيش هذا الثاني؟ الثاني مو ميت طيب، حرك هذا طيب مو ميت، تعال نبدأ فيه. جلسوا بدوا بالحبلة، هي منين جايبها؟ من البستان. كيف فت للبستان؟ ما عرف يجاوب، موتوه من القتل. وقام طلع من القبر قال الله يعين أبوكم. تغش الناس وتنفود، تبني مجدك على أنقاض الناس وتنفود، تقتل مئات الألوف وتنفود، تستغل القوة وتأخذ ما ليس لك وتنفود. ما رأيت أغبى من الطغاة، أغبياء. كيف يعني؟ أنت بجلسة بدولة يعني حقول قمعية مثلا، وجلسة فيها 30 شخص، بتعرف واحد ممكن يكتب فيك تقرير يسموه مخبر، بتدخله بحسابك، ما بتحكي ولا كلمة غلط. ماذا فعلت؟ أدخلت هذا الإنسان المؤذي في حسابك. طيب من هم الطغاة؟ أنا باجتهاد شخصي دارس علم النفس، الطغاة أغبى خلق الله. لماذا؟ لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، كما ترون وتسمعون، هتلر بألمانيا وموسوليني بإيطاليا، طغاة كبار. من هو الطاغية؟ هو أغبى إنسان على وجه الأرض، لأنه ما أدخل محاسبة الله له في حسابه. لذلك بحسبك من العلم أن تطيع الله، وبحسبك من الجهل أن تعصيه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.